السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين لاباس عليكم؟ وكما كتشوفوا دابا راني اليوم في جي ان ان، جيت عند صاحبي وعشيري شاكر الفاسي. ديما كنكون انا وياه ما عمرنا درنا شي انترفيو، اول مره دابا صانع افلام قصيره غادي يقول لكم شي كلمه، غادي ندخلوا عند الاستوديو ديالو. خويا شاكر مرحبا بعمي يونس عندي في جنانات، الله يكبر بك. وغالي على التعريف وداز معنا في الفيلم وكتعرف عمي يونس. داكشي اللي قلت لهم دابا، يعني هذه الحلقه سبيسيال. واحد النقطه هي اللي بغيت نقول لكم هو انكم كدعموش عمي يونس، لوجيك. يعني عرفت علاش؟ وكيدير شي حاجه اكثر من ما عرفت اخويا. المهم شوف دابا هذه الكلمه انتم اخويا بلا اشكا، اخويا عزيز، دراري كاملين احنا هي في الجنانات. مرحبا بنا في عمر. عمر واش عقلتوا عليه في اللي بان معنا في الفلوك كيضحك في الصيف؟ هو مع الحمام وتا هو ديروا دخلوا عنده ديروا ابوني. المهم مرحبا بيا عند خويا شاكر، خليكم معنا. رحنا حدا الاستوديو ديال خويا شاكر الفاسي، هنا فين كيمونطا، هنا فين كيخدم. ودابا راني ضيف عنده اليوم ان شاء الله، خليكم معنا. مرحبا بكم. وانتم اخوتي كيف حالك؟ نولي كنا قدي واحد الصيف. كيفاش اخويا شاكر وعزدين؟ كيفاش؟ مرحبا، قول لهم. الله يحييكم اخوتي، والله العظيم مرحبا. الله يكبر فيك اخويا شاكر العزيز. شرف لي انهم يزورونا. شرف كبير اخويا شاكر. واحد الكلمه اخويا شاكر، اش نقول لك؟ راه اللي دخلوا تفرج لعندنا في الفلوق القديم اللي بارطاجيتي عاد عندك عند يوتيوب الكواليس، اللي دخلوا تفرج غادي يفهم وغادي يعرف كل شيء. يعني قلت لك راني خدام معاك في الفيلم وكنتمنى لك النجاح من كل اعمال قلبك. كنا مازال يعني حوايجات غير الظروفك عارف اخي، داكشي اللي كاين ومازال الخير القدام. ودابا حاليا ما نحرقوش المراحل باش ما يعرف بلا ما نقول لهم كل شيء. هذا هو المهم، باش نبقى نقول واحد الكلمه. بغيت نقول اخويا عبد الله، واحد المحتوى في سلسله رمضانية غادي يكون فيها شاكر الفاتي، عزد العساوي، ليونس تاكسيون. نبغيكم تدعموا ليونس تاكسيون. مرحبا، شكرا. نبلوه في هضره رمضانية ان شاء الله. وبيس اند لوف والجيش دابا يلاه عاشنا. عمي يونس واحد النقطه، لان بزاف الناس خدموا عليه واحد النظره خايبه في ذاك الفيلم ديال الطاكسي. شكرا شكرا على قول شكرا. ميساج ومازال ان شاء الله كاين واحد الفيلم اللي غيكون معاه رد الاعتبار صحاب الطاكسيات، باش بان داكشي غير تمثيل. يعني من الانسان هادي شوف خويا شاكر راه محقا كيغلط، ماشي يعني والله خاي شاكر. وكنشكرك بزاف من اعماق قلبي حيت شرتي لهاد النقطه هادي، حيت هما دابا خداو موقف. اخاي شاكر شرح لهم بان شنو هو التمثيل وشنو هو الفن، قول لهم. انك غير كتمسح لواحد الشخصيه وصافي، لان في الواقع ما كاينش داكشي هذا. شوف داكشي كيبقى خوتي، كيبقى غير جيم، داكشي حنا لاعبين في الجيم. واخا المهم دابا خليكم مازال كاين فيلم ان شاء الله رد الاعتبار في هاد الايام. المهم شوف حنا ما نحرقوش المراحل، فيلم معاناه ديال الطاكسي الحقيقيه. صافي ما تنساوش اويلي اويلي. كانوا صحاب الطاكسي زعما كاين والو. انتم سمعتوا والله. ودابا بما اننا خويا شاكر عندك هنايا في الاستوديو ديالك الجديد، بعدا اللهم يسر والله يسر لك الامور، بغينا شي كلمه خويا شاكر على هذا الرسمه وعلى هذا الاستوديو، كيفاش باش تقرب الناس عليك كاملين ويعرفوا شنو كاين؟ خويا شنقول لك؟ شنقول لك؟ يعني ماشي ايوا، يعني ندوزو في واحد المحيط زويون، وكان في الفكره ديال الدراري قال لك اخويا صوب لنا شي حاجه، صوب الوغو ديالك، صوب شي حاجه. وهي هذيك بحكم محمد الشاب الفنان اللي معروف دابا على الصعيد المغربي، يعني اللي كيدوز الدوزيم، اللي صمد تا هو سبيسيال ديديكاس لي باش يعرفوا لنا شنو كاين. ديديكاس لخويا محمد الشاب، لانه هو هاد النقطه هو اللي بغيت نمشيها، لانه هو كانت الفكره ديالو هو، لانه بحال نقولوا كادو كان ليا. وشكرا لي بزاف مع المنبر، وشكرا عمي يونس. اويلي اخويا شاكر، واش كان من فضل الله اخويا وفضلكم وفضل التشجيعات ديال الشباب كاملين والدراري اللي كيخدموا معنا واللي كيتعاونوا معنا اللي كنشكرهم مع المنبر. شكرا لك خويا شاكر. عمي يونس وان شاء الله دابا حتى عندي باش تشوفوها مزيان. داكشي اللي بغيت نقول لكم، 10000 المهم اخوتي، وهذا هو الميساج. وهذا هي اللي بغيت نقول لك اخويا. اخويا شاكر العزيز، واحد اللعيبه بغيت نقولها لك شي كلمه في حقي وفي حق الجمهور ديالي، وشي كلمه في حقك، وقول لهم العمل الجديد اللي راه حنا كنخدموا انا وياك باش يعرفوا شنو كاين. الله يكرمك، الله يكبر بك اخويا شاكر. الله يرحم الوالدين. الله يكبر بك. اويلي اخويا مازال الحلقه ديالك الحمد لله اللي طلعت دارت 200000 وشافت بزاف، وكان الفضل ليك فيها انت لانك شاكسي فيها. مرحبا،
الله يكبر بك. واسدين تنسى تدخل معنا في هذا الفلوق. شي كلمة فحق شاكر الفاسي صانع الأفلام القصيرة. شنقول لك؟ عندي واحد المسألة. الشيء الإنسان اللي زوين كيكون طامح وكيكون عنده أحلام ديالو وكيكون باغي يوصل يعني لا جينيراسيون جديدة وكيبغي تطبق لهم أفكار جديدة، كون أكيد كيتعب باش غادي يوصل لديك المسألة. ولكن هذا التعب اللي كيضرب راه ماشي في الخارج، غير مرة عطاتو حب للناس، عطاتو للناس ديال الناس كلشي كيفاش. حنا شخصيا كافنا أنا من غير أصلا كاملين كنبغيوه. لا لا هو جاب ودري ولد البلاد كيما نقولوا ما عندوش الزهر. لا نقول لكم خوتي عند الفنان عز الدين العساوي، تابونا مع خوتي خويا شاكر الفاسي، عمي يونس الطاكسيون، لانهم راهم شباب ولاد البلاد قدام وكيستاهلوا الدعم ديالكم. بالسيف عليكم ماشي الخاطر كون كنتو في الصفر. خويا شاكر العزيز شكرا لك بزاف على الاستقبال وعلى الترحاب ولا خطيك ومازال الخير القدام. لا 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 شوف كيوقعوا شي كوب سيركويات ولكن القلوب الحمد لله بيضاء.